ورجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، وزي ما قلنا لكم كلامنا ما بيخلص. دلوقتي هنتكلم عن حاجة مؤلمة جدا. عن ايه؟ عن الخيانة. يمكن أصعب موقف ممكن تتعرض ليه أي ست إن هي تكتشف إن جوزها أو حبيبها أو خطيبها إن هو بيخونها، وهنا الحقيقة بنلاقيها واقعة في حيرة كبيرة جدا. طيب يا ترى أسامحه وأديله فرصة تانية؟ علشان لو في بيت، لو في أولاد، لو في حياة، عشان البيت زي ما بنقول ما يتهدش، ولا أرفض علشان اللي بيخون مرة هيخون مرة تانية ومرة تالتة ومرة عشرة. في الحقيقة أنا شفت حالات كتير جدا قدامي، ويمكن في التقرير اللي عرضناه قدام حضراتكم لقينا ناس بتقولك لا أنا لو عرفت أنه بيخوني خلاص أنا هبعد أصلا واسيبه. وكل مرة بنلاقي ردود زي ما بقولكم ردود أفعال مختلفة جدا من الست. عموما احنا هنتكلم أكتر عن الموضوع ده وهنفرده بشكل كبير مع ضيوفي اللي مشرفيني النهاردة في استوديو كلام البنات. وطبعا من غير مشاركتكم الفقرة مش هيكون ليها أي قيمة. محتاجة أن أنا يعني أسمع أراء حضراتكم، سواء على الأرقام اللي هتكون قدام حضراتكم على الشاشة أو على صفحتنا على الفيسبوك كلام البنات. لكن خلوني في البداية أرحب بضيوفي اللي منورنا النهاردة. الحقيقة هي آية عز الدين، مؤيدة للتسامح مع الزوج في حالة الخيانة. أهلا بيك يا آية، وحشتيني جدا، يعني بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض. عاملة إيه؟ أهلا بيك يا حبيبتي. الحمد لله. كمان معانا الإعلامية هويدة سراج الدين، هي بترفض تماما فكرة إن أنا أسامح جوزي في حالة الخيانة. هويدة أهلا بيك. وحشتيني يا نرمين. وأنت كمان والله يا حبيبتي، أهلا بيك ومنورانا بجد. ربنا يخليكي. طبعا هو الطبيعي ان انا هبدا كنت بالراي اللي هو الغريب، اللي هو لا انا عادي ممكن اسامح، لكن خليني انا ايه زي ما بنقول ايه اتقل تاخد حاجه حلوه. فاحنا هنبدا بهويده علشان اعرف منها زي اي ست ان هو انا عادي، انا ممكن على فكره لا ما عنديش مشكله، لو عندي منه 10 عيال انا ممكن اطلع. فابدا بيكي هويده، وايه الفكره ان انت لو جوزك خانك مره، لو عندك بيت واولاد ايه المشكله ان انت تسامحي؟ طيب انا عايزه بس اقول في الاول ان الخيانه ليها طرق كتير جدا. ممكن خيانه بالنظره، ممكن بالكلمه، ممكن تتطور بعد كده، بس في الاول وفي الاخر في خط احمر. طبعا مفيش ادنى سبب يبرر الخيانه. لو بررنا الخيانه هنبرر حاجات كتير جدا. يبقى الفقير التبرير له انه يسرق. تصدقي وجهه نظر، تصدقي صح. لا ده واقع ودي حقيقه، فالخيانه ملهاش اي مبررات. لو جينا نقول اللي هيخون مره هيخون ألف مره. طب ما بيبقى في حاجات ساعات نزوات، يعني الراجل مثلا ايه بتجيله نزوه واحده مثلا شافها، وهو اصلا بالراجل بطبعه محترم وما بيخونش وما عندوش اي مشاكل، بس نزوه، فمش ممكن نسامح مره؟ لا مفيش مسامحه. هو بيولوجيه الراجل بيحب التعدد، بيحب التنوع بطبعه، ده طبيعي جدا. ممكن نزوه دي لو انا هقول ان هو ممكن معجب واحده او لفتت نظر واحده، لكن مش انه يدخل في علاقه مع حد تاني غير زوجته. يعني الراجل اللي بجد ما بيبقاش اشباه للرجال، بيبقى راجل قولا وفعلا. الله عليك الله عليك. طبعا انا يا جماعه هنا من موقعي هذا انا رايي محايد جدا، انا ولا مع ولا ضد، لكن احنا جايبين زي ما بقول لحضراتكم احنا جايبين وجهتين نظر، لان في سيده بترفض المسامحه ولا في سيده ممكن تسامح. فاروح بقى للبنت الجميله اللي انا بموت فيها الحقيقه وبحبها، ايه اللي عادي تسامحي؟ عادي ايه المشكله لو خانني مره ممكن اسامح، لكن لو خانك تاني وتالت ورابع هتسامحي؟ ولو عرفتي، لو ما عرفتيش سوري، لو ما عرفتيش اصلا هو بيخونك، يعني هو بيخونك وما عرفتيش. ما هو دي على فكره في ستات تقول لك ايه؟ طيب لا انا مش مهم، بس المهم ان انا ما اعرفش. طب لا بص، انا ما اقدرش اطلع اقول سامحي او لا ما تسامحيش. كل بني ادم فينا غير التاني. انت قدرتك على المسامحه 5، انا قدرتي على المسامحه 10، غيري قدرتها على المسامحه 20، يعني كل بني ادمه فينا ليها قدره معينه. قصدك انها نسبيه يعني طبعاً. من شخص لاخر يعني. بالظبط. انا ما اقدرش اطلع اقول لك لا والله الست ما تسامحش الراجل في المطلق، او اطلع اقول لا الست تسامح الراجل في المطلق. كل حكايه وكل حدوته ليها ظروفها وليها ليها اسبابها، يعني كل حاجه وليها حاجه. بس خلي بالك ايه، احنا نزلنا الشارع ويمكن احنا بس كان يمكن السؤال مختلف، لو عرفت ان جوزك بيخونك هتدعي عليه بايه؟ طبعا لقينا اراء مختلفه جدا. خدي بالك من حاجه، ده ما منفيش ان انا هبقى محروقه من جوايا، هتتعامل مع موقف عايزه اموته. طيب هتتعامل مع موقف ازاي عرفتي ان هو خلاص بيخوني؟ حلو قوي، في ولاد
في بيت انت في كيان، في بيت في كيان. بصي احنا كنا زمان بنتريق على فكره ايه، ولحد دلوقتي لا ما تعمليش زي اهلك وما تعمليش زي اهالينا، والجو بتاع لمي بيتك وجوزك وعيالك. لا، لمي بيتك وجوزك وعيالك لو انت قادره انك تعملي ده. لو انت عندك ذره 1% ان انت ممكن تسامحي وتغفري، لا سامحي وغفري، بس تغفري بحدود. يعني ما ينفعش تروحي تتجوز عليا واقول لك لا ما تاخديش موقف واعملي لا لا. انا بقى محتاجه اقف عند النقطه دي، لان ايه ممكن في ستات تقول لك هو يروح يعرف لكن يتجوز لا لا مش يعرف. بصي يا فندم هنرمي الرجاله كلها بطبعها بتعرف وبتشوف، ولو مش هيخونك فهو عنده اصحاب بنات، معارف، زملاء في الشغل، يعني هو عنده حياء مش واقف على رجاله. ولو في ست مقتنعه من جواها انها بتقدر تخلي الراجل اللي معاها ما يخونش، يبقى هي مش هينفع اصلا. يا جماعه مفيش. طيب احنا هنرجع تاني، احنا هنكمل. لا ما مفيش، انا مقتنعه ان مفيش طبعا. لا لا ما انا هرجع عليكي، بس انا محتاجه اطلع لفاصل. احنا طبعا هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل حوارنا عن الخيانه، تسامحي ولا ما تسامحيش، لكن بعد الفاصل. كان نفسي تشوفوا الحقيقه الديبيت اللي حصل، وال يعني الشد والجذب، وكل الناس اللي معانا في الاستوديو يقول لك يا اصل الست نكديه. طيب ما هو لو ست نكديه يبقى، وهنطبق المثل ده، لو ست نكديه يبقى الراجل خاين ولا ايه؟ انا محتاجه طبعا اسمع برضو راي حضراتكم مره ثانيه، ولسه مكملين معاكم فقره الخيانه الزوجيه، تسامحي ولا ما تسامحيش، مع ضيوفي الاعزاء الكاتبه ايه عز الدين، وهي بتايد فكره ان انا اسامح جوزي. طيب معانا كمان الاعلاميه هويدا سراج الدين، وهي بترفض تماما ان انا اسامح جوزي. اهلا بيكم مره تانية ايه وهويدا. كان ليكي تعليق قبل ما نطلع فاصل على كلام ايه؟ ايه بقى؟ بصي هي ضايقتني قوي 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 وتعصبت وكده، بس انا هقول برضو احصائيه حقيقيه، ان بيقول لك الاحصائيه 90% من الرجال خاينين. اوكي. و80% من السيدات بيسامحوا. طب لو قلبنا الموضوع، لو الراجل هيسامح الست، 95% من الرجال مش هيسامحوا طبعا، قالوا لا طبعا، قالوا احنا يعني ممكن كمان توصل لمرحله ثانيه. الموضوع مش في كده، الموضوع انت هتسامحي على ايه وتسامحي ليه؟ ايه اللي يجبر ست ان هي تسامح حد عندها اولاد، عندها بيت، عندها اسره؟ هو ده يرجعنا للنقطه، سيبيني بقى كل موضوع كلمه ان احنا وظروفه. معلش اتحملي، لا معلش، لا مش مسكن ان انا اقدر اتحمل خيانه راجل بيتجزأ مليون جزء مع مليون واحده، انت ظروف حياتك وانا عايشه معاه بجزء، انت ظروف حياتك وقدره تحملك غير ظروف حياتي وقدره تحملي. فانا ما اقدرش اطلع اقول في المطلق للست سامحي، ولا اطلع اقول لها لا ما تسامحيش، يعني حسب ظروفها وحسب حسب حياتها كل حاجات كتير قوي، عوامل كتير قوي. في ستات بيبقى عندها، بتبقى عارفه انه خاين بس بتحبه، فبتعمل غصب عنها دايما، بتبقى عايزه تفتح الباب وتمشي، بس اللي بيرجعها قلبها. في ستات اللي بيرجعها وبيهديها. احنا خلينا نبقى متفقين برضه هويدا حبيبتي، بس لا خلينا نبقى متفقين ان بجد احنا كستات، وكل ما بنكبر في السن على فكره قلبنا هو اللي بيجيبنا، والعشره والحب بالظبط، بنبقى عاطفيين اكتر من يعني انا اهو، انا وانا صغيره هو انا مش كبيره قوي يعني على فكره، يعني مش كبيره صغيره برضه، بس يعني قصدي وانا في الجامعه وانا بعد ما اتخرجت وفي بدايه شغلي، لا كنت شخصيه قويه جدا، وكنت مندفعه كده في قرارك بالزبط. وخلاص مش عايزاك، يلا مع السلامه. دلوقتي ما عنديش، دلوقتي لا، دلوقتي انا بقعد افكر في القرار ده 1000 مره. يعني انا بشوف ستات كتير من خلال تجارب اللي بقابلها في حياتي، سواء اصدقاء معارف او مشاكل بتجيلي، لا في واحدة تقول لي والله أنا مش قادرة وهمشي خلاص. أنت عندك، ما عندهاش ولاد، عندها القدرة المادية تعمل ده، هي نفسها كست غيورة جدا 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 كطبع، فمش هتستحمل فكرة إن واحد بيسلم على واحدة طبعا. وفي واحدة تانية تقول لك إيه، يعني ما كلهم بيخونوا الحقيقة، كل الرجالة. لا أنا في مقولة الاستسلام ده يا آية، مش استسلام، يعني المفروض إن احنا دورنا طالعين عشان نقول ونبين الحقيقة لكل ست، وهي ليها الاختيار. طب وهيدا إيه رأيك في الست اللي بتقول، أو الأهالي اللي بيقولوا للستات يا جماعة يا ستي سيبيها، لا يعني هيلف وهيرجع. أنا دي واحدة من الست قالت لي بس هقول لك على حاجة، يعني أنا مع إن الست ممكن تفكر وتسامح لو هي حابة ده، لو عندها القدرة إنها تعمل ده،
لكن انا مثلا تسامح مع كل كل الحالات؟ لا 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 في كل الحالات؟ ما هو لا هقول لك حاجه. يعني انت الموضوع عندك نسبي، ممكن توافقي ممكن تسامحي. لا ممكن اسامح في حاجات معينه، يعني اقول لك على حاجه ممكن ما تبقاش، يعني اصل كلمه خيانه يا نرمين صعبه جدا، يعني هي صدمه كده للست. ان الخيانه صدمه، انت بتقتليها في مشاعرها واحساسها، بتقتليها في انوثتها، بتخليها تحس ان هي يعني على الهامش. طب اقول لك حاجه، وده صعب جدا ان الست تعيشه. فممكن الخيانه تفرق لو هي ممكن تكون ما وصلتش لحد معين، ما وصلتش للخط الاحمر اللي احنا دايما حاطين بوينت عنده. خيانه بالنظره، بالكلمه، بالكلمة. لكن ما تعداش ممكن يبقى في اسباب عندنا في الـ في الـ في, الـ في العلاقه الزوجيه. ممكن يكون في فتره فيها عدم اهتمام شويه، فيها زياده مسؤوليه، فيها ضغط، فيها حاجات كتير. طب بس ممكن الراجل والضغط دي، احنا اجمل حاجه في الدنيا هي العلاقه الزوجيه. ايوه بس خليني اقول لك على حاجه برضو. انا زي ما انا قلت، انا لا مع ولا ضد على فكره، انا هنا انسان محايد جدا. ممكن الست من كتر ما هي بتهمل في نفسها ومش واخده بالها من نفسها ومش واخده بالها من بيتها، هو بالنسبه له بقى شايف ان ده مبرر. انا بقول مين الخيانه ملهاش مبررات. هرجع تاني واقول الخيانه ملهاش مبررات. لا ليها، لا طبعا ليها. يعني ده الست لما هتديها مبرر لو خانت، ادي للراجل حتى لو لا انا لا بدي للست ولا بدي للراجل. ما ينفعش تعملي الخيانه في حد ذاتها مرفوضه. لا ما مرفوضه تمام، مرفوضه تمام. الغلط تقدري تقولي عليه انه صح. لا بصي فهمك حاجه، هو لو راح يتجوز عليك كده تبقى خيانه. طب انا اقول لك حاجه، لأن في الشرع ربنا محلل له شرعا انه يتجوز. لا 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 استني، حتى في الشرع بقى خيانه. ايه حتى في الشرع بيقول لك مثنى وثلاث ورباع بس بشروط. ايه شروط؟ اول شروط الزواج ده ان الزوجه تبقى على علم. الزوجه الاولى تبقى على علم طبعا. ماشي. ما يروحش يتجوز عليها اللي وراها. طيب ما تيجي ناخد هي ليها الحق ان هي تقبل او ترفض. لا بس ارجع حاجه، بصي يا نرمين قبل ما نطلع نشوف راي الناس. لا احنا معانا تليفون. معانا تليفون؟ طيب ناخد التليفون ونرجع لك. ايه معانا ساره من القاهره. يا ساره اهلا بيكي. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيكي يا ساره. تسامحي ولا ما تسامحيش؟ لا اعتقد ان انا لو تعرضت للخيانه من جوزي فاكيد ان انا عمري ما هسامحه. انت متجوزه يا ساره؟ انا مش هقدر اكمل معاه اصلا، ومفيش اي مبرر يسمح بالخيانه. انا حاسه ان انت في عارفه في كده داخله. انت قبل انا سمعت الكلام، فيعني الاستاذه بتقول لو انا مش مهتميه بنفسي فهو من يعني دي ده مبرر. لا لا انا ما بدي، لا انا ما بقولش. اسمعيني بس، اسمعيني. طب اسمعيني، لا انا مش بقول ان ده عذر، انا بقول ان في رجاله بتبرر ده خيانتهم ان الست مش واخده بالها من نفسها، ان الست مهمله في نفسها واخده بالها من بيتها واولادها. جدا انا ست مهمله. انا مش بقول ان انا اللي بقول ده رايي. طلب مني ان انا عشان انا مهمله في نفسي فانا اسمح ان هو يخوني وانا ارضى بعد كده اقول اصل انا السبب. انت متجوزه يا ساره صح؟ انا متجوزه. عمر جوزك خانك؟ لا الحمد لله. ده ايه ده؟ لان لحد دلوقتي لحد ما انا ما اكتشفتش يعني. انت ما اكتشفتيش. طب لا قدر الله، لا قدر الله بعد الشهر لو اكتشفتي ان هو بيخونك هتعملي ايه؟ لا مبدئيا انا هسيبه عشان كرامتي مش هتسمح ان انا يعني. بصي هقول لك على حاجه، احنا كستات ممكن نقبل على نفسنا اي حاجه حتى لو يعني نقدر نتعامل مع كل حاجه، مع الخناق ومع الزعيق طبعا من غير الضرب. نقدر نقدر نستحمل العيشه الضيقه، العيشه اللي ما فيهاش فلوس. ما تقدريش تعالجي الموقف بتاعك؟ يعني ما تقدريش تجيبيه وليه يا حبيبي عملت كده؟ وطب قول لي انت ايه اللي ما اقدرش اعمل. ما تقدريش. بالعكس انا هنتقم منه وهاخد حقي منه. انت عندك كام سنه يا ساره؟ انا عندي 26. صغيره برضو يا ساره يعني. وبقالك قد ايه متجوزه؟ سنتين. طب في اولاد؟ لا لسه. طيب لو انت ربنا برضو كرمك ان شاء الله بقى في اولاد وعرفتي ان هو خانك، هتطلقي برضو ولا هتقعدي تفكري؟ هتطلق، لان الاولاد مش مبرر. ده رايي. الاولاد اصح ليهم ان هم يعيشوا معايا او معاه في بيت ما فيهوش خيانه، احسن مليون مره ما يعيشوا في بيت وعارفين اللي بابا بيخون ماما. انا بحييك يا ساره. بشكرك يا ساره بجد، شكرا جزيلا. وده رايي. ايه هو واحده ست، هي بنت كمان صغيره 26 سنه، بتقول لك لا حتى لو معايا من 100 عيل. 26 سنه. بقى لها كام سنه متجوزه؟ سنتين. حلو قوي. ثواني بقى، قالت لك ايه؟ انا ممكن اسامحه في اي حاجه حتى لو خناق مشاكل بتاع، لكن ضرب لا. هو بقى ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم من الصبح. انا ما بقولش برضو اجان للست سامحي او ما تسامحيش، لان المسامحه او عدم المسامحه دي حاجه نسبيه حسب قدرتك انت. ممكن تكوني مرتبطه ببني ادم وسايبين بعض، منفصلين، اتخانقتوا مع بعض، وراح عمل حاجه غلط ورجع هو جه تحت بقى ايه شماتك. لا اصل احنا كنا سايبين بعض. لا 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 ما بتكلمش على ده برضه. يعني ايه حضرتك؟ بتكلم ان انت واحد جه قال لك انا خنتك بقى بالكلام، اعرف بالفعل. واحده بالفعل بايا كان هو ايه، انت والله كان نرمين وافقتي
تمام واعتبرتي ان دي نزوه وقلتي اعتذار وتمام وكملتي. تمام. انا كايه ما قبلتش وقلت لا. يبقى هو موضوع بس انا اقول لك على حاجه بقى. انا بقول لك اهو من هنا بدعو كل ست انها ما تسامحش في حاجه واحده مهمه جدا، الاهانه سواء اللفظيه او الجسديه. يعني انا ممكن ما عنديش مشكله لو واحده جت قالت لي انا جوزي خاني بس انا بفكر اسامحه او ارجع له، هقول لها اعمل اللي انت عايزاه واللي يريحك لان انت ادرى بظروفك وما عليا، يعني غير النصيحه. ولكن الحاجه الوحيده اللي انا ارضاها لن ارضاها لاي ست في الدنيا بقولها بمنتهى الصراحه هي الاهانه اللفظيه او الضرب. دي بقى اللي فعلا بجد يعني بجد ما تسامحيش فيها هي ابدا. هي تعدي ان هو ممكن هقول لك حاجه، انت متجوزه واحده ثانيه غيرها ويلمس واحده ثانيه غيرها ويقول نفس الكلام لواحده ثانيه غيرها وتيجي عند الضرب وتاخد موقف. هي قالت لك هي حاجه نسبيه غلط، حاجه نسبيه. لا 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 لا. بصي انا اعرف ستات كتير جدا 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 متجوزين وبيتخانوا، وساعات فيهم بيعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، بتقرص ودنه مره واثنين وثلاثه، ولما تيجي إيه اسمعيني بس إيه ايوه تيجي وانا ممكن بل لا 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 ممكن مش واخدين بالهم للاسف. معلش احنا انا اسفه والله العظيم بس معانا كلمه تليفونات. انت مش فاهمه اصل يا جماعه بجد ناس كتير جدا ما بين رايين اسامح ولا أيوة مش اسامح. احنا خدنا ساره وقالت لك لا انا مش هسامح. احنا معانا فاطمه. فاطمه من القاهره، اهلا بيكي يا فاطمه. بس انا دلوقتي بشكرك على موضوع الحلقه. ميرسي جدا ليكي. وعايزه اقول لك ان الخيانه دي اصعب شيء في الدنيا على الست. حقيقي يعني. ده حقيقي. دلوقتي يعني بيكسر من نفسها ويخليها قليله قوي في نظره هي الخيانه دي. وبعدين خلي بالك هو بيشوف مثلا لو هي سامحت مره هو بيفتكر او وجهه نظره ان هي خلاص ضعيفه فهتسامح مره وتاني. مره هيخونه على طول. هيخونها على طول. انت هي المفروض تاخد من الاول موقف ما تسمحش ابدا بالخيانه. انا واحده من الناس متجوزه بقالي فتره كبيره. كان بيخوني وبيمشي مع ستات كتير. عملت ايه بقى؟ وانا اصلا مستحمله لسبب حاجه واحده. ايه بقى؟ اني ماليش مكان اقعد فيه. هو كان بيقول لي عايزه تمشي امشي، بس انا ما كانش عندي مقدره اخد شقه وادفع ايجارها، واخده بالي حضرتك؟ غير كده ان انا ليا اخ قاعد شقه بابايا، جوز واحد شاد بابايا وهم توفوا. ولادك قد ايه؟ انا كانوا هم صغيرين، دلوقتي هم كبروا. اتحطموا عشان انا بيني وبينه مش قادره انسى ابدا ولا لحظه ولا كلمه هني فيها. ما تعادلش يعني انت واضح ان انتوا بقالكم كتير. والله العظيم ما تعادلش. طب اهو ما حاولتيش ان انت تتكلمي معاه تعرفي هو ليه بيعمل ده؟ يعني ده مرض يا ايه؟ مرض. التليفونات بتجيله ويقول لي ده مش ليا، ده يعني كذب ومبررات لنفسه كده. طب انت اتاكدتي انا بقى في الحاله دي اقول لك اتعاملي معاه ان هو مش موجود خالص وان انت واحده قاعده معاه في البيت. طالما هو راجل مش صاين فكره ان انت ست مقدراه وشايلاه وحاولتي معاه مره واثنين وثلاثه، لا انا بقول لك ما تسامحيش. يعني انت دلوقتي مش مسامحه بس انت مضطره انك تكملي معاه. مش انا مسامحه خالص وما تسامحيهوش طبعا لان هو عنده داء ولا قادره اساعده في اي شيء. صح انت صح، لان هو كسرني من الاول وحطمني. انتوا بقالكم كام سنه يا فاطمه؟ بقالكم كام سنه يا فاطمه؟ انا بقالي 30 سنه من 30 سنه. ده 30 سنه ده ما تسامحوش خالص. متحطمه واولادي جدوا وجوا معدم الجواز وقعدوا جنبي فقالين كل العيشه كل الجواز صعب للاسف كده. الموضوع اللي بيدفع ثمن هو في الاخر ولد. فاطمه انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك وانا بجد مش عارفه اقول لك ايه، وكل اللي اقدر اقوله لك ان ربنا يهديهولك يا رب، يعني علشان خاطر الولاد ولا عشان خاطرك ولا عشان خاطره. نزلنا الشارع وسالنا البنات والستات رايهم ايه في الخيانه، تسامحي ولا ما تسامحيش. تعالوا نسمع من البوبس اللي احنا هنشوفه دلوقتي راي البنات ونرجع لكم مره ثانيه. لو جوزك خانك هتسامحيه ولا لا؟ لو الخيانه يبقى انا اللي مقصره فيها ان هو خاني، انا مقصره فيها ممكن اسامحه وممكن ما اسامحوش. لو لقيته ماشي مع واحده ممكن اسامحه في الحاله دي، بس خيانه الجسد لا. لا مش هسامحه، لا مش المفروض يخوني. يخوني ليه؟ انا مقصره في حقه. الخيانه ليها اصول، لو في تقصير، لو في مشكله مثلا او 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 في يعني في عاهه مثلا او في حاجه، لكن طالما انسانه ما فيهاش اي مشكله ليه يخون؟ ممكن لان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول التمس لاخيك 70 عذرا، فانا ما اعرفش ايه السبب. ممكن انت نفسك تخون نفسك، فانا ما اعرفش يعني التمس العذر بس ادي اسامح. ان هو هيسامحني لو انا خنته؟ اكيد مش هيسامح. قبل كده اتجوز من ورايا قبل ما يموت. سامحته؟ سامحته. اعمل ايه؟ هسامحه عشان اعيش. هي
كانت خيانة؟ أي كانت خيانة عشان معايا عيال. والله لاقي خون زي ما عاوز. إيش عاوز الرجالة أصلا في الدنيا دي؟ كلهم وحشين. لا طبعا أسامحه حضرتك. ليه؟ عشان مسامح كريم، سبته لربنا هو اللي يمتئن منه. ما عنديش كلام. طب انا اقول ايه بقى؟ اقوم اروح؟ جايبيني اقوم اروح؟ انا بقول انت 30 انا قعدت اقول بقى البنات وهيقولوا لا نسبه كبيره جدا قالوا لا انا عايزه للاسف انا لا انا قايله لك احصائيا ان هم 80% هيسامحوا. ايوه يا جماعه بس ايه عايزه اولا المكالمه اللي فاتت انا بس عايزه اشكر فاطمه ان هي دخلت معانا واتكلمت وقالت حكايتها. ان ست قويه جدا وهي عندها شفافيه من جواها، هي متصالحه مع حالها، ان هي لو كان حالتها الماديه تسمح لها كانت فورا ما كانتش عاشت معي. ايه كان في بس بوينت كده انت قلتي ممكن نسامح علشان خاطر الاولاد. فاطمه نرجع للقصه بتاعت فاطمه، قالت لك انا عشت 30 سنه اولادي كانوا بيتعذبوا. اه وكانت هي بقى ليه ما اتطلقتش؟ كانوا بيتعذبوا ليه؟ طيب ماشي، ما هو يبقى انا قلت لك في اول كلامي خالص ان كل قصه وليها ظروفها. انا بقول ممكن عشان الاولاد، هي بتقول لك لا انا اضطريت اسامح واضطريت استحمل الوضع ده. لا هي قالت مش متسامحه، هي مش قادره ان هي تسامح، هي عاشت علشان ظروفها. يا جماعه دلوقتي ان انتوا بتعملوا دعوه مطلقه للست انها لما جوزها يخونها انها تمشي. لا لا انا عندي انا في حاجتين بس انا عايزه اقولهم. طب انت ازاي مش هيمسامحه من جواكي وهتعيشي معاه؟ اسمعيني، انا ما بقولش للست دلوقتي اتطلقت ابدا، ولا بنادي ولا بطالب بك طبعا، بس هقول حاجتين وانت اختاري اللي يناسبك. لما تعرفي ان جوزك خانك انت اللي هتعرفي طبعا، لان في فرق لما انت تعرفي وهو يجي يقول لك انا بس في حصل كذا كذا وعايزك تساعديني في كذا كذا. انت عرفتي ان سامحيه انت في الحاله الثانيه دي؟ طيب انا هقول لك اقول بس انت كهويده هتسامحيه وتساعديه؟ انا كهويده لو جاي لي ملاك بجناحين مش هسامحه. انتهى. انا يا اما املى قلبه وعقله. انت قلبك قاسي قوي يا هويده. اكون ماليه عينيه وقلبه وعقله، يا اما بناقص خالص. في ناس ممكن اللي بيموت يا ايه اللي التاني بيعيش عادي، بس خليني اقول عزيز عليه. بقول لك هويده، لا مش خليني اقول لك حاجه. يعني انا والله انا انت عارفه انا بحبك، بس يعني هو للاسف ان كلام ايه طلع صح. ليه؟ شفنا التقرير والبنات يعني بناء على ايه؟ على كلام ايه؟ حاجه صغيره جدا عادي، ما في مسامح كريم. احنا بنتكلم في نقطه انتوا ما خدتوش بالكم منها في التقرير، ان كل الناس الستات اللي سالت في التقرير هي ستات كبيره عقله كبروا في السن. لو انت كنا بنتكلم فيه ان بقى العقل عندها ازيد. لا يا ايه مالهاش علاقه بالعقل. لا 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 يا حبيبتي، ليها مليون علاقه بان خلاص استسلمتي ان دوت في المجتمع بقى شيء طبيعي. ان الست هي اللي تتحمل، الست هي اللي تسامح، الست على طول بتتحمل. وليه؟ ليه؟ 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 غير الواقع، كتير جدا غير الواقع، غير الواقع. يبقى الصح صح والغلط غلط. انا لما اطلع جيل واطلع بنتي واربيها، لا بنتي اربيها على ايه؟ على انك ست. ست ستات وابني ست وابني وابني انت راجل. انت راجل لازم اربيه راجل بالفعل وبالقول. في حاجتين عايزه اقول لك عليهم بمناسبه التسامح، وده شيء ده شيء جميل. بس انت عرفتي ان جوزك خانك، يا اما هتواجهيه. طبعا لازم اواجهه. وانت بتواجهيه شنطة هدومك على باب ال. لا يا شنطة هدومي ليه؟ اوعى تسمعوا كده. لا طبعا مش شنطة هدومي. التانية هو اللي يطلع من البيت ويقعد في بيتي. ده بيروح البيت ويقعد ولا يمشي. انا التانية ايا كان عايز تعملي بقى بصي عايز تعملي بقى كده. لا ايا كان ما تكمليش معايا، يعني مش معنى كده انك تسيبي حقوقك او كده. لا طب هو في سؤال بس بيطرح نفسه. حاجة نرمين هقول لك بس عليه. اتفضل. عرفتي ما تواجهيش. بمعنى ايه؟ ادي لنفسك كده مهله او فتره انك تقعدي مع حالك. لو انت عارفه انك ابدا مش هتسيبيه. مش هتسيبيه عشان ما تاخديش قرار وترجعي تندمي عليه بعدين. بس حطي كذا بوينت كده، ان انا عايشه مع الراجل ده تحت سقف واحد، وعارفه انه بص لغيري، وعارفه انه عمل كل حاجه مع البني ادمه دي كده. طيب مش عرفك انه عمل كل حاجه ده لو هي اتاكدت فعلا بالفعل. لان انا برضو دي في ستات بتتلكك واحنا مش عايزين كده يعني. طيب سؤال بس، هو ايه اللي يخلي الراجل يخون اصلا؟ يعني ايه ده؟ وافق بص
مش هقول لك بقى اصل هي مهمله ولا الكلام اللي بيتقال ده خالص ولا نكديه زي ما كده في ناس معانا في الاستوديو بيقول لك ايه اصل هقول لك حاجه اصل لو انا هقول ان دي دوافع الراجل يبقى تعالى بقى نشوف بقى دوافع الست لو خانت وتعالى بقى انت مطلوب منك انك تسامحني زي ما انا هسامحك بالظبط لا كده بقى يبقى احنا هنلعب في لعبه هنخش في موحده ثانيه خالص بالظبط لا الراجل بطبعه هو خير. ماشي مبدا ايه ان الله جميل يحب الجمال والنظره الاولى ليك والثانيه عليك مثلا دوافع الراجل بقى انه في راجل ممكن يبقى متجوز عشان متجوز يعني انا بقابل ناس كتير جدا متجوزه اقول له طب يا ابني بشوف بيخونها مثلا وانا عارفه انه بيخونها يعني بس حاجه ما تخصنيش ان انا اروح اقول ولا اتكلم يعني هي مالهاش علاقه بالاهمال في سيدات جميلات وامراض جدا بس بقى يجي يقول لك ايه لا انا ده هو انت ما بتحبش مراتك لا انا متجوزها مش بحبها تفرق وفي راجل يبقى يقول لك انا اللي مقعدني معاها الولاد بس بتتكلمي على الدوافع لا هو ما فيش حاجه مطلقه زي برضو المصالحه ما فيش حاجه مطلقه للاسف العلاقات الانسانيه بين الراجل والست على مدار التاريخ ما لهاش قواعد مثبته او مطلقه انا هقول لك على حاجه صغيره ساعات بشوف ستات بتبقى جوازاتها خانتها وهي طبعا في اول مره بتعرفي الم الخيانه بيجي لك ده بيبقى عندك بتبقي عامله زي الموج والبصي بركان وبتمشي وتقعدي تحكي الايه وتحكي لنرمين وتحكي ما اعرفش بتبقي شايطه خلاص ومش عايزه اشوف وشك تاني وتسيبي البيت وتمشي بعد وتقصص. كده خلاص بقى عارفه متعوده بعد كده لا مش كده بقى لما تقعدي تهدي مع نفسك تقعدي تفكري وهو لما بيحاول يرجع لها مره واتنين وهي تتعذب وتتدل المهم يعني في الاخر لما هي بتبتدي تلين انها تبتدي تخلق له اسباب او مبررات عشان ترجع له عارفه ايه اللي ممكن ما يرجعهاش؟ ايه بقى؟ ان هي تبقى خايفه او مكسوفه او محرجه بينها وبين نفسها انها ممكن تهين كرامتها قدامي وقدامك واتكسرت وراحت هي كسرت نفسها. صح. فلذلك في ستات ممكن ما ترجعش وتكابر وتاخد الموضوع عند عشان ده، فانا بقول من هنا جمله صغيره جدا. ايوه انا عايزه بقى نصيحه للراجل مش للست. طب هقول اول حاجه للست. طب يلا. لو حصل في يوم من الايام وجوزك خانك او اكتشفتي حاجه او اي الكلام ده انا لا بقول لك سامحني ولا ما تسامحيش كل واحد فينا عنده القدره والمقدره ان هو يقول أو لا دي حاجه نسبيه جدا انا هنا لا بدعو للمسامحه ولا العدم مسامحه بس عايزاكي تبقي متانيه فكري اهدي ما تحكيش للناس مش لازم اروح احكي لطوب الارض لان ده غلط داري على بيتك وفكري بالعقل نصيحه للراجل ايوه بسرعه بقى عشان معانا راجل معانا راجل معانا تليفون صوت طب رجالي ممكن اقول نصيحه بعد ما اخد المكالمه يعني انا طيب حابه اعمل ده خلينا ناخد مين معانا استاذ عبد الله يا استاذ عبد الله اهلا بيك اهلا بيك يا فندم اهلا بحضرتك يعني ايه رايك في الموضوع اللي بنتكلم فيه الست تسامح لو عرفت ان جوزها بيخونها ولا ما تسامحش وتتطلق وتمشي وتسيبه لا هو ده يعني اكيد انا عارفه ردك على فكره لا ثواني بس البنات دلوقتي في بنات بتعتبر ان لو واحد بص على واحده دي خيانه فاللي هو لا فلا ده طبعا ده هبل يعني لكن فكره الخيانه الكامله اللي هي علاقه كامله لا ده من حقها ان هي ما تسامحش وتحافظ على كرامتها لكن لو خانها بكلمه او عرف واحده مثلا وقعد معاها في كافيه ده عادي تسامح ما فيش مشكله لا صح مش ملايكه يعني مش ملايكه اللي هي فكره اللي هو انت أنا عمري ما هبص وعمري ما هتكلم انت متجوز يا استاذ عبد الله؟ هتتجوز هتحفظها الكلام وبتمشيها على القواعد هتخون مراتك او خنت خطيبتك خنت خطيبتك لا انا ما خنتهاش حقيقي بس هخون مش ناوي اخون بس هي الفكره بس تتاخد بالعقل شويه لان برضه فكره الاولاد والبيوت نفسها بعيد عن الاولاد فكره ان البيت يهدم فعلى الاقل السبب يستحق يعني مش لتطورات ولا لحاجه بس يا استاذ عبد الله انا شايفه ان حضرتك برضه بتتكلم بمنتهى العقل وشايفه انه انا مؤيده جدا وجهه نظر حضرتك في انه انا لو انا انت راجل دلوقتي راجل متزوج او مرتبط وعندك اصدقاء بنات بتنزل تقابلهم انا ما اعتقدش ان دي خيانه وانا يعني من هنا انا بقول لحضرتك ولخطيبتك ولاي اتنين مرتبطين انه طبيعي ان الراجل اللي معاكي يبقى عنده علاقات ببنات اصحابه واصدقائه طالما انت عارفاهم وكلكم مع بعض اصحاب فدي ما تعتبرش خيانه يعني في ستات تقول لك لا ما يكلمش غيري وما يعرفش غيري فده ما ينفعش لا دي تروح تقعد في بيتها بقى عشان يعني مش هيعيش في مجتمع منعزل هو في الاول وفي الاخر في ستات كده لان في رجاله بتعمل ده الخيانه ليها صوره واضحه جدا اللي احنا
بنتكلم فيها، لكن في الطبيعي ان ما بين اي ست وما بين اي راجل في علاقات، في الشغل، في العمل، في الجامعه، وفي ستات بتتكلم فيها خير. عموما انا بشكرك استاذه عماله، شكرا جزيلا، ويعني ربنا يكمل حضرتك بعقلك وعقل خطيبتك، ويا رب ما تكونهاش خالص يعني، وربنا يخليكم لبعض. انا مضطره للاسف ان انا اختم الفقره للاسف. طيب بس احنا للحوار بقي كلمه اخيره. طب سريعا عايزه اقول كلمه اخيره. ايه مش هعلق على اي حاجه انت قلتيها، انا عايزه بس اوجه كلمه للست. انت كل الستات حلوين بالمناسبه، مفيش ست وحشه ابدا، بس اهتمي بحالك بزياده. انت حبي حالك، لو حبيتي حالك هتلاقي الراجل اللي معاكي مقتنع بيكي وحبك. الراجل اختار اللي هتقدر تساعدك، مش تختار اللي هي هتجيبها تبقى ام عيالك بس، اختار اللي هتقدر تعيش معاها وتحبها وتساعدك وتساعدها، لان الحياه الزوجيه هي اجمل علاقه في الدنيا. ده حقيقي. انا بشكركم شكرا جزيلا، ويعني مبسوطه بوجودكم معايا ايا عز الدين الكاتبه يعني الجميله. بشكرك كمان الاعلاميه هويدا سراج الدين، بشكرك نورتوني. طبعا عايزه اقول ان في النهايه يعني ان انت مش جزء من المجتمع، لا انت كل المجتمع، فخلي بالك على نفسك قوي وما تتنازليش عن اي حاجه، ويعني ما فيش احلى من البنات وكلام البنات. كلام البنات الحقيقه زي ما بنقول ما بيخلص. هنطلع لفاصل ونرجع بقى مع زميلتي ساره، وهتتكلم بقى مع حبيبه احمد بطله العالم في الجمباز. عايزه اقول لكم حبيبه بجد، انسانه جميله جدا. استنوها لكن بعد الفاصل.